لا عاد ترسم مرة ثانية. اليوم يا جماعة راح يكون عندنا مقطع جدا رهيب. اليوم يا جماعة راح يكون عندنا مقطع رسم. فكرة هذا المقطع نحن راح ندخل لموقع، هذا الموقع راح يساعدنا في الرسم. فكرة هذا الموقع نحول الرسمات البسيطة جدا إلى رسمات حقيقية. موقع غريب جدا، فما علينا، راح ندخل إن شاء الله يوم ونحاول نحن نسوي الشيء اللي احنا نبيه. فالمهم لا تنسوا لايكاتكم، وخلنا في هذا المقطع نوصل لأكبر عدد لايكات، وأي شخص مشترك معنا في القناة اشترك معنا في القناة. المهم حاليا دخلنا يا جماعة للموقع، أوكي؟ أول شيء راح نرسمه إن شاء الله اليوم راح يكون شنطة، راح نرسم شنطة يد ونشوف مع بعض كيف نقدر نسويها وكيف النهاية البرنامج راح يحولها. في الجهة اليسار راح نرسم الرسمة، وعلى الجهة اليمين راح يحولها لرسمة حقيقية بإذن الله. فإنزين، إذا احنا قلنا نبي نرسم لنا شنطة، كيف نقدر نسوي الشنطة؟ الشنطة عادة تكون بالطريقة هذه يعني، أوكي ما شاء الله على الدقة في الرسم. ما عليكم، دقايق ما عليكم، أوكي؟ بهذه الطريقة الحين أنا ناوي يا جماعة أسوي لي براند حق 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 شنط يا جماعة، أوكي؟ فالحين خلينا نسوي لنا حركة دوائر، يا سلام، إي يا سلام، حركات، شوف الحركات هذه، هذه الحركات هي اللي راح تخلي إن شاء الله الشنطة حقتنا تكون شنطة رهيبة. راح نحط هني حركتي بسيطة، ونحط هني حركة بعد بسيطة يا جماعة، ونجيب الحين موضوع السير هذا اللي هو حق الشنطة، نجيبه بالطريقة هذه، يا سلام. شوفوا كيف يا اخوان. انزين، شنو ما ناقصنا بعد؟ ما اتوقع مو ناقصنا شيء. خلينا نحاول نحول الرسمه ونشوف مع بعض كيف راح تكون، هل راح تكون فعليا رسمه حقيقيه ولا لا. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل ما تشوفون يا جماعه اتحولت فعليا لشنطه كانها حقيقيه. فانا اقول خلينا نسوي تنظيف مره ثانيه من جديد، نشيلها كامل ونحاول هذه المره نسويها تكون افضل من قبل شوي، اوكي؟ راح نحاول نحن نسوي شيء اقوى شوي، اوكي؟ هذه المره بنحاول نخليها تكون بشكل مربع شوي، تمام؟ عرفتوا الشنط اللي يجون بشكل مربع؟ هذه شنطة مربع شوي، اوكي؟ لازم احاول اني اطلع الابداع اللي موجود فيني. الحين خلينا نسوي حركة هني، خطوط، حركة تصميم يا جماعة، تصميم متعوب عليه، فاحنا قررنا احنا نحط خطوط هني عشان نعطي شكل رهيب للشنطة اللي الحين راح نسويها ان شاء الله. خلينا نحط هني دائرة، 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 ما ادري ايش دخل، المهم الدائرة هذه، خلينا نحط بعض الخطوط. تصميم يا جماعة ما عليكم، دقايق تصميم، والله أنا ما أدري، هاي أبدا مو شنطة هذه. المهم الحين نجيب الحركة هذه، وبعد نحط نكمل السير بالأصح بالطريقة هذه. كملنا الحين السير، خلونا نشوف، دقيقة حط حركاتي تحت، الحين أبغى أشوف أنا كيف راح تصير في النهاية بعد الأشياء الغريبة اللي الحين سويتها أنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نحول. الله الله، دقيقة، هذه عين ولا مجوهرات؟ ما أدري يا جماعة شنو هذا اللي طلع لنا هني، شيء غريب. المهم خلينا الحين نروح نشوف شنو الشيء الثاني اللي نقدر نسويه. الشيء الثاني راح نقدر نسويه في البرنامج هذا، راح يا جماعه نقدر نسوي حذاء، الله يكرمكم. فالحين راح نسوي ان شاء الله حذاء ونشوف مع بعض كيف نقدر نسوي الحذاء هذا. خلصنا من الشنطه، نروح الحين للحذاء. ف انزين، حذاء، دقيقه، الحذاء بالطريقه هذه. حبيبي ورني، دقيقه ابغى اشوف هذا حذاء ولا موزه، شنو هذا؟ انا ما اتوقع انه راح يطلع شيء يعني رهيب، راح نشوف الحين وبعدها ان شاء الله بنحكم. ثواني، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذا ابدا مو حذاء، انا اسف، لكن هذه يا جماعه موزه. زين، خلينا نحاول الحين نسوي شيء حذاء مضبوط، اوكي؟ فخلنا نسوي الحركه هذه، اوكي؟ نسوي الحركه هذه بعد، اوكي؟ ما ادري الدائره هي ليش، ما اعرف، دقيقه، في حذف صح؟ يحذف، اوكي، حذفنا الدائره اللي حطيناها داخل وبس حذاء يعني. شنو بس شنو هذا يا الحبيب؟ شنو هذا؟ شوفوا يا جماعه في شيء اسمه راندوم. اوه ماي جاد، شوفوا الرسمه هنيك كيف تحولت. لا دقيقه، لا 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 لا، انا صراحه انزعلت. لا لازم ترسم شيء قوي، دقيقه، لازم ارسم شيء قوي، ثواني، لازم ارسم شيء قوي لان زعلت اخوانا، قاعد ارسم موز وهو رسم لنا حذاء. زين، خلونا الحين نسوي حركه هني، دوائر، ايوه ايوه ايوه، اوكي، الحين فعليا انا قاعد اسوي حذاء، يا سلام، شوف الحذاء يا جماعه، حذاء مضبوط. اتحدى يقول لي غلط، اتحدى ما يضبط الحذاء هذا. شوف في شيء بنسويه، خيوط، ما نحتاج خيوط، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو حذاء يا جماعه، بس شنو مشكلته بالضبط؟
ليش بالطريقة هذه؟ خلينا نسوي الحركة هذه هني نشوفه الحين، أوكي؟ خلينا نحاول نعدل فيه، لا لا لا، طلع سيء، خلينا نحاول نعدل فيه، يمدينا نحن نعدل فيه، بحاول نعدل شوي شوي، أوكي؟ خلينا نحذف ثواني، احذف هني، وجيب الرسم من جديد، انزل على طول تحت، كبر الحذاء، أيوة، والحين سوي الحركة هذه، خلينا نشوف مع بعض الحين كيف بيصير، يا سلام، أوكي، الحين تقريبا صار يعني في يعني حلو حلو يا جماعة، في حركة بعد أحلى، في حركة أحلى، ثواني، احذف اللي تحت، احذف اللي تحت عشان الحين فعليا تحسونه حذاء مضبوط، أوكي، شوف 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 بكل بساطة، روح، لا ها سيء، خلينا نروح الحين للشيء اللي بعده. الشيء اللي بعده راح يكون يا جماعة شيء خارق، الشيء اللي بعده راح نسويه راح يكون هو عبارة عن مبنى، اوكي مبنى قدامنا الحين راح نسويه بإذن الله، فخلنا نبتدي مع بعض ونشوف مع بعض وش نقدر نسوي بالضبط في المبنى هذا، طبعا عندنا أشياء كثيرة هني نقدر نستخدمها على جنب، اوكي؟ فأول شيء نتوقع إني راح أسويه راح يكون هو المدخل، دقيقة المدخل اللي هو اللي وين المدخل؟ المدخل المدخل وين مدخل البيت؟ أي مدخل البيت، طيب هذا مدخل البيت، زين، هذا المدخل يا جماعة هو مبنى يعني اوه بالطريقه هذه اوكي دقيقه احذف هذا المدخل حق البيت خليناه على وين خليناه على جنب تمام الخطوه اللي بعدها يا اخوان نقدر زين هذا باب وهذا مدخل زين شنو الفرق بينهم هذا باب اوكي بابين تمام وحين خلينا نجرب نحط دريشتين حط هذه يحطونها فوق الدريشه وهذه يحطونها فوق الدريشه وهذا اتوقع يحطونها تحت وهذه يحطونها تحت انا ما اعرف ايش سويت يا جماعه جدران اوكي نقدر نسوي جدار او نقدر نسوي جدار حط الجدار فوق والله ما اعرف دقيقه خلينا نشوف مع بعض ما اتوقع بيطلع شيء غبي جدا فبنكتشف الحين مع بعض شنو الشيء اللي انا سويته اتوقع سويت شيء فاشل بسم الله والله بيت يا جماعه والله بيت ترى فعليا التصميم حقي تعبان لانه في النهايه طلع بيت من جديد دقيقه سوي الحركة هذه، أنا بكتشف هذا الشيء شنو يسوي بالضبط؟ خلنا نقول بسم الله ونشوف، أوكي هذا يسوي أعمدة، فإحنا نقدر نسوي لنا مثلا ثلاث، أوكي نسوي لنا عمودين ونجيب الحين مدخل هني ومدخل هني، تمام؟ هاي مدخلين، ونجيب على طول باب في هذا المكان يكون الباب هني تقريبا في النص، ما أدري كيف باب بين مدخلين، ما عليه يا جماعة ممكن كل شيء نقدر نسويه، أوكي؟ الحين خلونا نجيب دريشتين ثلاث أربع خمس ست درايش والدرايش هذيلا راح أحط لهم العتبة هذه اللي تكون تحت الدريشة تمام أوكي حلو ونجيب الحين الرأس حق الدريشة توقعوا يمدينا نسوي مثلا بناية كبيرة يمكن ترى خلينا نشوف مع بعض الحين التصميم كيف أوه تصميم قوي يا اخوان شوف الباب هني عندنا الممرات وعندنا الدرايش موجوده فوق والله رهيب اوكي خلنا نحذفها وهذه المره بنحاول نحن نسوي مثلا دقيقه لو مثلا سوي الدريشه بالطول اوه اتوقع دريشه بالطول وهذا هني وخلنا نجيب عمودين انا احس بتصير فيلا حاليا اعتقد بتصير فيلا خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم ها هذا شنو بالضبط ما اعرف نرجع مره ثانيه لموضوع الدرايش لو مثلا قررت اني اسوي درايش بالطريقه هذه اوكي شيء عدد كبير من الدرايش يعني انا كنت راح ارتبهم بس تالي شفت ان الموضوع صعب اني ارتبهم بالذات اني قاعد احطهم بالطريقه هذه فقررت اني اسوي حاليا شيء وهو اني احط مجموعه كبيره من الدرايش ونشوف مع بعض وش الشكل اللي راح يطلع معانا في النهايه انا اتوقع شكل غريب راح يطلع معانا اوكي حاول تسوي مبنى غريب اوكي سوي مبنى غريب عجيب تمام خلنا نحط مداخل هني مدخل هني مدخل هني مدخل هني انا احس هذه المره البرنامج راح يعلق او الموقع راح ما مستحيل الموقع حاليا يفهم ايش قاعد يصير فبسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله والله ترى سواها والله يعتبر سواها يعني كانه مبنى طبيعي او كانه مباني على بعض هنروح للي بعده الشيء اللي بعده وتقريبا هو اقوى شيء عندنا في المقطع هذا الشيء اللي راح نسويه الحين راح يكون هو عباره عن قطه يا جماعه راح نقدر نسوي قطه كان في السابق يمدينا نسوي بشر بس اتوقع انه شالوه لانه صار الشكل كانه مخيف شوي ان الناس قاعد يحاولون يصنعون اشكال بشر
فمعني طلع الشكل شوي غريب. فالمهم الحين راح نسوي شنو؟ راح نسوي يا جماعة قطة. فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف مع بعض كيف نقدر نسوي قطة. دقيقة، قطة معناته ايوه اوكي، هذا هي قطة ولا شنو؟ دقيقة ها حية حية هذا حية يا سيد. دقيقة يا جماعة ما عليكم، ثواني اوكي حلو هذه قطتنا يا جماعة. زين شنو بعد ناقصنها؟ خلينا نحط لها عيون ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض يا جماعة القطة اللي صنعناها حاليا كيف راح تكون معانا بالشق. أعوذ بالله إيش القطة هذه؟ أوكي دقيقة، سوي حذف خلينا نجرب مع بعض نسوي مثلا أوكي حلو. لا أوكي ما عليه، حط عيون بالطريقة هذه، حط بوز أوكي. أبى أشوف، أعوذ بالله، هاي العين اللي في النص من وين؟ والتعيل شيل 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 شيل، خلينا نحاول نسوي قطة حلوة. ثواني قطة ممتازة. هذه لا، هذا حمار. ثواني أحذف أوكي حلو. أنا أحس إني قاعد أسوي ثعلب بس ما عليه. ثواني أيوه أوكي الحين أوكي لا عاد ترسم مرة ثانية وش هذا؟ لا ترسم مرة ثانية، شنو هذا اللي سويته؟ لا ثواني آخر مرة أوكي آخر مرة أيوه حلو. لا مربع ما في ما في ما في ما في قطة مربع. دقيقة صح، القطة مو بوزها مو بالطريقة، القطة بوزها بالطريقة هذه. شو؟ إيه؟ إيه خلاص يلا سوي الحين. وش ذا؟ هي يعني كأنها قطة بس وش ذا؟ حبيبي سوي لي قطة زي، والله ما أعرف أرسم يا جماعة. خلونا نسوي الحركة هذه. أوكي. تمام. والحين سوي الحركة هذه، سوي بوزها مربع تمام؟ ونحط لها هذه أبن أم قطة يا سيد. أوكي يلا بسم الله، يلا صح القطة عندها شنب. ثواني شنب أوكي يلا روح اسقى أفا شنو هذا؟ يا حبايبي هذا مقطعنا بشكل كامل. يا تبونا في المستقبل نجرب موضوع البشر، نحن نبحث عن موقع فعليا يسوي بشر، راح نجرب يا جماعه نسوي بشر، راح يكون جدا غريب يعني مثل ما تشوفون القطط صار شكلهم غريب جدا. فاتمنى عجبكم المقطع، كلكم تضغطوا زر لايك. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى، مع السلامه. اللايك امر مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، ماذا جيشنا يا عم، ولا سيار الصوره تتنقل على كل فم، باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله. ياه قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. ياه اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد. اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم